نصاً قصيراً وتكون نصاً هو نص خاتمة. قبل ذلك أنا أشكركم على مطالعة الكتاب، وأتمنى أن تقرؤوه، وأنتم أغلبكم أصدقاء في فيسبوك أسمع آراءكم حتى إذا كانت آراء. أنا حقيقة كثير من الناس بعد ما يقرون كتبي ما يحبونها، خاصة في مجال القصة. يعني أتذكر مرة في مجموعتي عوانس هديت لها مجموعة من أصدقاء وصديقات نتعرف عليهم، لا فأخذوها لأنه عوانس كانت يعني عصية على القراءة جدا، الكتابة فيها بأسلوب غاضب وأسلوب مغضب وغامض وفيه كراهية للغة أصلا. فقروها والتقيت فيهم وراء فترة، فجلسوا وهم يسخرون على الغلاف، غلاف المجموعة مكتوب بها مقطع من قصة أقول فيه كان مجرد خيطا أسود يتدلى من فوهة أذني، اشتعل رأس الخيط وهربت الجمرة إلى مخي، بوم، انتهت القصة. فدول المجالسين كلهم قالوا على الله حلله بوم ويسخرون. فهذه المجموعة بيها شيء من هذا يعني، بس اللي يتحمل يقرأها ويحب اللغة أكيد راح يتواصل وراح يعني تعجبه بشكل ما. أما قبلات فهي يعني قصائد شفيفة وواضحة. قبلات سأقرأ لكم واحدة من هذه. قبلات خفت عليها وضعتها بكيس عتيق وصرت أخفيها هاربا بها إلى المجهول وفي فراغ ليس له سواها، يدي التي طالما لامست نهود السراب وقبلت أصابعها حلمات الوهم، يدي أبسقحة واحتمالات ورغبات يكرهها الآخرون كدم منسي ورسوم امرأة واحدة ترفع ساقيها كعلامة نصر، يلي حكاية تمسد أحلاما نافقة يدي التي تكتب ما لا تريد الحروف وتدعيه شعرا لها من حضور الجحيم. كريم شعلان سنترككم مع فترة وجبة العشاء. للشوق دنيتها دنيتها معدا وعن حبكم ما يوم دنيتها.